السلام عليكم بنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، عواش مبروكه بصحيحه والسلامه، وباش ما تمنيتم على العائله ديالكم. اليوم جيت نشارك معكم الرايب ديال المحلابه. بسم الله، عندي هنا 4 ديال الكراتن ديال الحليب. انتم البنات، هو ديروا غير جوج. الا درتو جوج كراطن غديروا كاس ديال دانون. انا شاركت معكم 4 د الكراطن، ولكن الا درتو كميه صغيره غديروا بحال دابا جوج كراطن وغديروا كاس ديال دانون. الطريقه واضحه البنات. عندي الساشيات جوج ديال الفاني، هانتوما. بغيت غنشارك معكم الطريقة، جوج كراطن، ولكن كاين اللي كيشربو كاين الدراري كيعجبهم. عندي جوج كيسان البنات ديال دانون، كيجي البنات هذا الرايب واعر كيجي. بحال دابا غديروا كميه صغيره على حساب هذا، غديروا صاشيه ديال الفاني فيها وكاس ديال دانون وجوج ديال الحليب. انا شاركت معكم كميه كبيره، هانتوما البنات. عندي هنا معلقه الاولى، ثالثة، رابعة، شي شوية. ثم البنات كنخلطوه مزيان. شكرا البنات اللي مشجعيني داخل المغرب وخارج المغرب، شكرا على التعليق ديالكم زوينه. هانتوما البنات كنخلطوه مزيان بالفوي. دابا البنات كنردو البوطه حتى كتطلع داك الرغوه ديال الحليب، وكنزول منه داك الرغوه. هانتوما البنات الرغوه كلها اللي كتطلع في هذيك الغليه كنحيدها. هانتوما البنات راني صفيت على طاوله وحده اخرى. كيكون عندي الماء طايب البنات على البوطه غليان. الطريقه سهله وكيجي واعر. هانتوما البنات، نتمنى من الله البنات تكون على قلوبكم خفيفة، ونتمنى من الله البنات تخليولي البارطاج مع الحباب والصحاب باش تكبر القناة ويوصلكم الجديد. فضلنا البنات وليس امرا. هانتوما البنات راني درتو في الكوكوت، كنستفو في الكوكوت كله، والماء عندي غليان طالع فيه الغليه. طريقه سهله، وكنصابو لوليداتنا الحاجه ديال الدار زوينه احسن من ديال الزنقه. ضروري وليداتنا كنفرحهم الحاجه ديال الدار. هانتوما البنات دابا عندي الماء، هانتوما الغلاية كندير غير في الجنيب. هانتوما كلشي واضح،
كندير غير نص في الكاس، كيوصل الماء غير نص في الكيسان، غير نص ماشي تا عمر الفوق. انتما المغليان البنات، انتما البنات كنغطيه بواحد المنديل وكنقفل عليه بالكوكوت ليله كامله، كندير عليه واحد المليه صغيره. انتما البنات شوف كيفاش جا، جا غزال، واخا كتقلب الكاس ما كيتقلب حتى حاجه. وبالصحه والراحه البنات، وبسلام عليكم وشكرا ليكم.